عادة عظيمة عند الإنسان الروحاني في توازن بين جانبين، جانب الامتنان وجانب العطاء. هو يشعر أن رب العالمين والمجتمع والناس من حوله أعطوه الكثير من أسباب السعادة، ويشعر بالتالي مسؤوليته أن يعطي الآخرين. لما تفكر أنك تمارس الأشياء اليومية لا تمارسها من باب الواجب، مارسها من باب العطاء. فإذا كنت أم تعتني بأولادك، مش بتعمل الأكل لأنك لازم تطعميهم، ولا بدك تخدمي زوجك لأنه واجب عليك. اعمليه لأنك أنت تشعر بالسعادة لما تمنحي سعادة للآخرين. إذا كنت مدرس تربي أجيال، مش لأنه خوف من العقاب أو خوف من المسؤولية، بس لشعورك أنك عم بتقدم شيء نبيل. وكذلك لو كنت مهندس أو شرطة مرور أو ممرضة إلى آخره. العطاء مش فقط في من خلال المال، في عطاء الابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، في العمل وفي العائلة، في من خلال الاهتمام، قطعة شوكولاتة صغيرة تعطيها لزميلك في العمل، أو كأس من العصير تعطيه لشرطة المرور. فكر عندما تلاقي أحدهم لا يغادرك أو يترك المكان اللي أنت فيه إلا هو سعيد. علم أولادك لما يروحوا على بيت عمهم أو جدهم لازم يأخذوا معاهم قطعة حلوى أو كرت فيه كلمة أحبك أو زهرة صغيرة يعطوها لعمتهم أو خالتهم أو حتى للمدرس في بعض الأحيان. العطاء بالابتسامة، بالاهتمام، بالمشاركة. العطاء عندما تذهب لموظف حكومي تسلم عليه وتصافحه وتقول له شكرا اليوم أنت خدمتني، ويمكن تكتب رسالة شكر موجهة لرئيسه للخدمة اللي قدمها هذا الموظف. في ثقافتنا بنراجع المسؤول إذا قصر، لكن لا نراجع المسؤول لنقول له شكرا عندك موظف كان رائع في تقديم هذه الخدمة. العطاء سلوك يومي تمارسه في حياتك. بين الطب الحقيقة أنه ثقافة العطاء تمنح لصاحبها الطمأنينة والراحة وتخلصه من مشاعر التوتر والكآبة. كلمة أخيرة، إذا كنت تريد المحبة فامنح المحبة للآخرين، وإذا كنت تريد السعادة فامنح السعادة للآخرين، وإذا كنت تريد النجاح فساعد الآخرين على النجاح. ثقافة العطاء ثقافة إيجابية وروحانية.